مش الخصاونة من عمان. وهذه اللجنة دائما تبحث السبل الكفيلة بالارتقاء بالعلاقات الاستراتيجية والعميقة ما بين البلدين الشقيقين اللذين تجمعهما علاقة استثنائية وانموذجية على مستوى القيادتين، ممثلتين بسيدي صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني بن حسين المعظم يحفظه الله، وأخيه سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، مرورا بالمسؤولين والوزراء والمؤسسات في الدولتين الشقيقتين، وأيضا على المستوى الشعبي والأواصر والعلاقات الأخوية التي تربط الأردنيين والمصريين. وحقيقة نقول بأن هذه العلاقة التي تربطنا بالأشقاء في مصر هي علاقة أنموذجية، وهي نمط العلاقة المثالية التي يتعين أن تكون عليها العلاقات ما بين الأشقاء جميعا. تمخضت اجتماعات اليوم عن توقيع عدد من الوثائق في مجال مراقبة الشركات والموارد المائية وتبادل الخبرات في مجال التخطيط والآثار والإسكان والتطوير الحضري والربط الكهربائي والاتصالات. ونقل دولة الدكتور مصطفى مدبولي رسالة شفهية من سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى سيدي صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني بن حسين المعظم يحفظه الله، عندما تشرفنا بأن كنا في حضرة صاحب الجلالة عندما استقبل دولة رئيس الوزراء قبل قليل. وبالتأكيد هذه العلاقة المثالية ما بين المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية ترتكز إلى أننا دوما في مركب واحد، إلى أن اصطفافاتنا فيما يتعلق بالقضايا السياسية وفيما يتعلق بتعريفاتنا للتهديد المستهدف للأمن القومي لأي من القطرين الشقيقين والأمن القومي العربي برمته هو تصنيف واحد. نحن لدينا مواقف متطابقة بإزاء القضية الفلسطينية لجهة أنها القضية المركزية التي يؤدي غياب الحل العادل والشامل والدائم لها إلى عدم إزالة أسباب التوتر من المنطقة، ونتفق على أن الحل الوحيد لهذه القضية هو حل الدولتين الذي تقوم بمقتضاه الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة الكاملة والناجزة على التراب الوطني الفلسطيني على خطوط 6 حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، لتعيش هذه الدولة المستقلة وذات السيادة الكاملة بأمان مع دول وشعوب المنطقة برمتها، وتؤسس لحالة من الاستقرار الإقليمي باعتبار أن جذر عدم الاستقرار الإقليمي هو استمرار القضية الفلسطينية دون هذا الحل الذي أشرت إليه. وتتطابق الرؤى المصرية والأردنية بهذا الصدد، مثلما تتطابق بإزاء أهمية الرعاية والوصاية الهاشمية التي يباشرها اليوم سيدي صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني بن حسين المعظم على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، والتي تدعمها الشقيقة مصر في إطار الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات. ونحن بدورنا نعتبر أن الأمن القومي المصري جزء لا يتجزأ من الأمن القومي للمملكة الأردنية الهاشمية، وتعلمون بأننا نساند بالكامل الموقف المصري بإزاء القضايا المركزية المصرية، ومن ضمنها المقاربة المصرية المرتبطة بسد النهضة والآفاق والكيفية المطروحة للحل وفق هذا التصور الذي تقدمه القيادة المصرية باعتباره يمثل مقاربة حصيفة لتسوية هذه القضية دون أي مساس بحقوق الدول المتشاطئة وخصوصا جمهورية مصر العربية الشقيقة. ونحن نساند جمهورية مصر العربية الشقيقة بالكامل في هذا الصدد، وتتطابق مواقفنا بإزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية القريب منها والبعيد. أيضا تناولت مباحثاتنا الآلية الثلاثية التي تجمع المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية الشقيقة وجمهورية العراق،
وهذه الآلية الثلاثية كان آخر اجتماعات القمة لقادتها هو ذاك الاجتماع في شهر 8 من العام المنصرم الذي استضافه سيدي صاحب الجلالة الهاشمية هنا في عمان، وحضره فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ودولة رئيس الوزراء في جمهورية العراق الأستاذ مصطفى الكاظمي، وصير إلى الاتفاق على مأسسة هذه الآلية الثلاثية لتبدأ بوجود سكرتارية دائمة انتقالية تحتضنها وزارة الخارجية في الدولة التي تستضيف القمة، وهناك قمة قريبة ستعقد لهذه الآلية الثلاثية، مثلما أن عمان تستضيف اليوم اجتماعات للوزراء القطاعيين الأردنيين والمصريين والعراقيين توطئة لقمة قريبة ما بين قادة الدول الثلاث في إطار هذه الآلية الثلاثية الهامة والأساسية لتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي ما بين الدول الثلاث الشقيقة، والتعاون في مجال البترول والغاز والمعادن والثروات الطبيعية وحرية انسياب التجارة، وتحديد مشاريع محددة بعينها ليبدأ المباشرة بعملها ولتتعظم فائدة الدول الثلاث وشعوبها من هذه المشاريع المشتركة. وسنستمر واتفقنا على الاستمرار بالتنسيق الدائم وتبادل الزيارات بعيدا عن الإطار المؤسسي للجان المشتركة، وبأن تعالج مختلف القضايا أو أي عوائق قد تعترض سبيل التعاون الثنائي أو حتى الثلاثي عبر مقاربات وحلول مباشرة بواسطة الوزراء والمسؤولين المعنيين في البلدين الشقيقين عبر تواصل مباشر. أكد دولة رئيس الوزراء استعداد أشقائنا في الجانب المصري له، وأنا أؤكد بدور استعدادنا الكامل في المملكة الأردنية الهاشمية للتعامل الفوري معه للارتقاء بهذه العلاقات إلى مدايات وآفاق أرحب من مداياتها الرحبة أساسا ومن تنميطها الاستراتيجي والأخوي القائم بالفعل. أرغب أن أيضا أتقدم الحقيقة بالشكر الوافر لأشقائنا في جمهورية مصر العربية على الاستجابة الفورية والمباشرة لبعض احتياجاتنا الدوائية، والتي تكرم أشقائنا في الجانب المصري بتلبيتها من فورهم، وأيضا لتيسير بعض الإجراءات التي تؤدي إلى تحقيق انسيابية في التجارة والحركة التجارية ما بين البلدين الشقيقين. أنا بدوري أكدت لدولة رئيس الوزراء بأننا نعتبر أشقائنا المصريين الموجودين بين ظهرانينا بأنهم في صميم القلب والفؤاد، وبأنهم في بلدهم الثاني، وبأن كل أردني يعتبرهم من أبناء أسرته الواحدة. نحن نعتز بهؤلاء الأشقاء ونعتبرهم في بلدهم الثاني، ودائما سيحظوا منا بكل الرعاية والمحبة النابعة من هذه الأواصر المشتركة. دولة رئيس الوزراء أنتم بالحق والقول والفعل في بلدكم الثاني، ومرة أخرى نرحب بكم، ونحن نسير على الدوام في مركب واحد نحن والشقيقة جمهورية مصر العربية، وكل الخير الذي يصيبنا أو يصيبكم يصيب بعضنا البعض، ولا قدر الله أي أذى أو شر يستهدفكم أو يستهدفنا، نحن مؤمنون وعلى ثقة بأننا نكيف بأن هذا أمر يستهدفنا مباشرة ونتصدى له دائما بالأرواح والمهج. ألف شكر وأحييك أنت الرئيس، ميت أهل وسهلا. بسم الله الرحمن الرحيم. أخي العزيز دولة الرئيس الدكتور بشير الخصونة رئيس وزراء المملكة الأردنية الهاشمية، حضرة السادة والسيدات الحضور، اسمحوا لي طبعا يعني أن أتقدم بجزيل الشكر والتقدير لأخي دولة الرئيس على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة منذ اللحظة الأولى اللي يعني وطأت قدمنا المملكة الأردنية، وإحنا يعني بنشعر إن إحنا في جزء من يعني إحنا لم نغادر بلدنا مصر، وفعلا إحنا في بلدنا الثاني. والحقيقة يمكن هذه يعني الاجتماعات اللي بتتم النهاردة على هامش اللجنة الثنائية المشتركة رقم 29
دي من يعني من أهم اللجان الدورية اللي بيتم أو بتعقد ما بين دولتين، ودائما مصر والأردن حريصين على انتظام هذه عقد هذه اللجان وتفعيل كل المشروعات ومذكرات التفاهم اللي بتوقع على هامش هذه اللقاءات، لأن لدينا الحقيقة كما أكد أخي دولة الرئيس العلاقات الوطيدة والوثيقة ما بين الشعبين وما بين الحكومتين، وطبعا وفوقهم القيادات السياسية في الدولتين، جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. الحقيقة يعني العلاقات دي كلها يعني بتنعكس دائما على التواصل المستمر والتنسيق الكامل ما بين الدولتين في هذه الفترة الشديدة الاستثنائية اللي بيشهدها العالم من تفشي طبعا جائحة كورونا، والحقيقة اللي فرضت على العالم كله وعلى كل الدول مستجدات جديدة وتحديات كثيرة ومصاعب، يعني لم يعني جعلت حتى الدول المتقدمة بتواجه مشاكل كثيرة جدا، وإحنا طبعا في ضوء الإمكانيات اللي موجودة في الدولتين الحقيقة الحكومات بتقدم أقصى جهد لديها للتعامل مع هذه الجائحة الشديدة القسوة. ويمكن حتى كنا بنتكلم إن يعني على الرغم من كل المشاكل اللي موجودة حتى في الدولتين ما زال الوضع الحمد لله أفضل كثيرا من العديد من الدول المتقدمة، واللي يعني لديها الحقيقة منظومات المفروض أنها أكثر ثباتا واستقرارا وإمكانيات، ولكن الوضع على الأرض في دولتين الحمد لله حتى هذه اللحظة أفضل بالمقارنة بالعديد من هذه الدول. وده طبعا بيبقى نتيجة لحجم هائل من الضغط الشديد على بيسبب ضغط شديد على الحكومات وعلى الموارد الاقتصادية للتعامل مع هذه الجائحة الاستثنائية، واللي يمكن كل المؤسسات الدولية قالت انها الظرف الاكثر قسوة على العالم منذ اكثر من 100 عام، وبالتالي لازم نكون مدركين تماما حجم التحدي الكبير اللي بيواجه مؤسسات الدول على مستوى العالم وعلى مستوى منطقتنا، اللي حضراتكم عارفين ان هناك تحديات اخرى موجودة في هذه المنطقة، وده اللي بيفرض علينا طبقا لتوجيهات القيادة السياسية في الدولتين التعاون الكامل والتنسيق الكامل ما بين الحكومات ممثلة سواء في رؤساء الوزراء او الوزراء المعنيين، وفي تواصل ثنائي كامل ليس من خلال القنوات الدبلوماسية فحسب، ولكن اتصال مباشر بيتم على مدار الأيام وعلى مدار الأسابيع بصورة مباشرة. ويمكن النهاردة في اجتماع اللجنة الثنائية احنا تأكدنا معا أنا ودولة الرئيس على قيام الوزراء في الجانبين باللقاءات الثنائية بالكامل وحل أي مشاكل بتطرأ على أي يعني مستجد في العلاقات ما بين الدولتين بصورة مباشرة وبتعليمات مباشرة من الجانبين بأن ضرورة حل هذه المشاكل. طبعا يعني الحقيقة تناقشنا في العديد من مجالات التعاون الثنائي كما أشار دولة الرئيس في مجالات النقل وتبادل السلع التجارية ما بين الدولتين، وحريصين إن شاء الله المرحلة القادمة على زيادة هذه وتعميق التبادل التجاري، وإن شاء الله مع إنهاء يعني أو انتهاء جائحة كورونا بإذن الله هناك تخطيط لمضاعفة التبادل التجاري ما بين البلدين، وأيضا طبعا مع شقيقتنا الثالثة دولة العراق الشقيقة اللي أيضا تناقشنا في آلية التعاون الثلاثي، وكما أشار دولة الرئيس إن شاء الله يعني يكون في قمة ثلاثية مرتقبة بإذن الله، وبالتالي كنا بنناقش اليوم العديد من المشروعات المهمة اللي بإذن الله زعماء الدول الثلاث يبقى يعني بيناقشوها ويعلنوها خلال القمة الثلاثية. شرفت الحقيقة في معية أخي دولة الرئيس بلقاء جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، ونقلت لجلالته رسالة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بكل تمنياته بكل الدعم وكل الخير والبركة للمملكة الأردنية الهاشمية تحت حكمه الرشيد،
ويعني الحقيقة أبلغت أيضا كل دعم جمهورية مصر العربية لشقيقتها المملكة الأردنية في أي طلبات تخص سواء الجانب الصحي أو أي جانب لوجستي آخر، وعلى نفس الغرار أعتقد من المملكة الأردنية أيضا. وبالتالي يعني كانت الرسالة اللي بنقلها بتشدد على أن الظروف الاستثنائية اللي بتمر بها منطقتنا من كل المستجدات المختلفة بتفرض علينا العمل الثنائي والتنسيق الكامل في خلال هذه المرحلة. وبدور الحقيقة جلالة الملك تفضل وأشار إلى يعني دعمه الكامل لكل القضايا المصرية، وتأكيده على أن الأمن القومي المصري هو نفسه الأمن القومي الأردني، وإن أي قضايا تمس أي دولة من الدولتين هي بالتالي بتنعكس بالسلب على الدولة الأخرى. وبالتالي أكد جلالته على تطابق الموقف الدولتين في كل القضايا، وطبعا زي ما دولة الرئيس أكد وإحنا أكدنا على طبعا تمسكنا بحل الدولتين وإقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية، وأيضا فيما يخص كل القضايا الإقليمية التي تشهدها منطقتنا. وبالتالي يمكن كان هناك الحقيقة حملني جلالته رسالة لأخيه فخامة الرئيس باستمرار الدعم الكامل من المملكة الأردنية لكل القضايا اللي بتمس الأمن القومي المصري، وعلى رأسها قضية سد النهضة ودعم الأردن الكامل لمصر في هذا الموضوع. فالحقيقة يمكن أنا مرة أخرى بشكر أخي دولة الرئيس على الحقيقة اتاحت الفرصة لي على المستوى الشخصي مرة أخرى أن أكون في العاصمة الجميلة عمان اللي دائما بسعد بتواجدي فيها، وإن شاء الله يمكن توافقنا على استمرار آلية اللقاءات الثنائية على مستوى الوزراء وعلى مستوى رؤساء الحكومات في خلال المرحلة القادمة لمزيد من التنسيق وتقوية العلاقات ما بين دولتين بإذن الله. شكرا لحضرتك. شرفنا دولة الرئيس. شكرا. أهلا وسهلا فيك.